السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما أخبار اللاعبين المتدربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية؟ نسلط الضوء اليوم على لاعبان اثنان ينشطان هذه المرة من الدوري الإسباني، والبداية تكون باللاعب الشاب واليد حميان. هذا اللاعب من مواليد سنة 2008 بإسبانيا، أصول جزائرية من جهة الأب والأم وتحديدا من ولاية البوليدة. تكون اللاعب حميان في صفوف نادي طرونت كلوب فوتبول، وهو نادي هاوي ينشط في ضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية. يلعب هذا اللاعب الشاب في منصب ظهير الأيسر، يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة جعلت منه يتألق ويخطف الأضواء في صفوف نادي الهاوي، مما جعل اللاعب يتواجد على رادار كاشفي نادي إلتشي الإسباني الذين أعجبوا كثيرا بمستوى هذا اللاعب الشاب، مما جعل إدارة نادي إلتشي تقوم بالتعاقد مع هذا اللاعب الشاب خلال سنة 2022. أما اللاعب الثاني لنهار اليوم فيتعلق الأمر باللاعب الشاب سامي بورايو. هذا اللاعب من مواليد سنة 2003 بالجزائر، أصوله جزائرية من جهة الأب والأم وتحديدا من ولاية وهران. تكون اللاعب سامي بورايو في مدرسة تكوين نادي جمعية وهران، يلعب في منصب وسط ميدان هجومي. انتقل خلال شهر فيفري من سنة 2021 إلى إسبانيا من أجل إجراء لتجارب لمدة 15 يوم في صفوف نادي ليغانيس الإسباني، أين أبان هذا اللاعب الشاب على إمكانيات بدنية وفنية كبيرة جعل من إدارة نادي ليغانيس الإسباني تعجب كثيرا بمستوى هذا اللاعب الشاب، مما جعل إدارة النادي تقوم بالتعاقد معه وضمه لفئة أقل من 23 سنة. فكل التوفيق للاعب سامي بورايو في عالم الساحرة المستديرة. سلام.